بعدين انتوا عارفين اكتر حاجة بتلمس قلبي الام مع ابنها او بنتها، بس الام دي حاجة تانية شقية جدا، وكانت هتخبط ابنها فرملة على اخر لحظة في منظر غريب جدا، وعندها عزة نفس وشموخ وقاعدة تنفر كأنها فحل، والبيبي الصغير عاوز يقلد امه، بيحاول يرفع ديله زيها، بيحاول برضو يعمل اصوات زيها ينفر، ولكن طبعا ما عندوش نفر. ما شاء الله فرس من اجمل ما يكونه، تحس ان هي مركبة نفاثات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اما دي بقى فنوع تاني من الامهات، الام الرقيقة الغلبانة اللي ما تسمعش حسها، خيرها تتمرغ على الارض شوية، تجري شوية، حاجات لطيفة.